وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد الصروح الرياضية المتميزة في ظل ما تحتويه من استادات وملاعب لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، هذا إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية. نفذت المدينة وفقا لأرقى المواصفات العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر. المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية إنجاز مصري جديد، تعتبر جزءا من الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، تستهدف توفير بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف وصقل المواهب. وضعت مصر على خريطة الرياضة العالمية، تعد الأضخم والأحدث إقليميا وقاريا، تقام على مساحة 93 فدانا، بدأ تنفيذها عام 2019، استضافت أكثر من بطولة دولية في الفترة من 2021 وحتى 2023.